متابعينا الكرام، تستمر الانطلاقات والتحديات من هنا من ميدان الشحانية في هذا السباق المحلي السادس وفي آخر أيام المرحلة الأولى الخاصة لسن الصغار. شوطنا العاشر ينطلق الخاص للقعدان الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. نبدأ بالمركز الأول، نتابع مقدمة الشوط في هذه اللحظات. مشرف من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. النقلة على ثاني مركز ملبي من هجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، بينما المركز الثالث ثالث المراكز هداد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري، بينما رابع المراكز أتابع في هذه اللحظات تقدم زكريت من هجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، وخامس المراكز من الجانب الآخر أرى التقدم من مزعلي يحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني مع المضمر حمد بن محمد الدهن المري. إذا المتابعين الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى بعد استكمال نظامنا الأول، والعودة مباشرة ونتحول دائما إلى مقدمة الشوط. نتابع مشرف على المركز الأول ينطلق في هذا الأداء المشرف وبهذا الشعار المشرف، نعم هذا شعار هجن الشحانية الشعار الأدعم، ينطلق على أول المراكز مع الذهبي سالم بن فاران المري، بينما ثاني مراكز أجد في هذه اللحظات هداد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري، بينما المركز الثالث مزعل لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني مع المضمر حمد بن محمد الدهن المري، يتابع مزعل على ثالث المراكز ورابع الأسماء في هذه اللحظات الوصول والانطلاقة. اللي ينطلق مشاهدين الكرام شديد من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري، وخامس المراكز يتراجع زكريت لهجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة مع المركز الأول. نتابع مقدمة الشوط مشرف لا زال مشرف حتى هذه اللحظة، شعار هجن الشحانية تواصل مع الذهبي سالم بن فاران المري، يتابع في هذه الانطلاقة يعلن تواجد مشرف على أول المراكز والثاني مراكز، التواجد من هداد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري، ثالث المراكز من الجانب الآخر، ثالث المراكز ينطلق في هذه اللحظات شديد من هجن الشحانية، تواصل جابر بن سالم بن فاران المري الشبل يقدم شديد على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع رابع المراكز دباس يصل لأول نداء من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، يتابع دباس على رابع المراكز. المركز الخامس مزعل لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني مع المضمر حمد بن محمد الدهن المري، يتابع مزعل على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز، الخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة مع المركز الأول مع دباس على الصدارة. دباس مع المركز الأول يقدم المشاغب محمد بن خالد العطية، وشعار هجن الشحاني ينطلق على أول مركز، أو هنا النعم مع الذهبي سالم بن فران المري، يتابع مشرف على أول مراكز وثاني مراكز. دباس من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث أتابع في هذه اللحظات شديد من هجن الشحانية، يتواصل الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. انتصفت المسافة مشاهدين الكرام، ما يتبقى عن خط نهاية 3 كيلومترات. نتابع رابع المراكز في هذه اللحظات، زكريت من هجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، وخامس المراكز وصل بليهان من هجن الشحانية
يتواصل مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. إذن متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ومشرف لا زال مشرف حتى هذه اللحظة بشعار هجنة الشحانية، الشعار الأدعم الذي ينطلق على الصدارة من خلال تواجد الذهبي سالم بن فاران المري، يتابع مشرف بهذه الانطلاقة المشرفة والرائعة هنا في ميدان الشحانية. المركز الثاني يتابع الدباس من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات شديد من هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بسالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع بارود لأول ندى يصل بارود على رابع المراكز مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وشعار هجنة الشحانية ينطلق، وأيضا قدوم في هذه اللحظات من هداد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري. إذا متابعينا الكرام هذه الخمس المراكز الأولى، ونعود مع مقدمة الشوط مع الصدارة. لا زالت الأمور مع مشرف منذ انطلاقة الشوط وهو على الصدارة، لا زال قايد لهذه المسيرة، مسيرة اللقاء الجداع في هذا الشوط، شوطنا العاشر. ينطلق مشرف على أول مراكز لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. ثاني المراكز وتابع دباس يصل في هذه اللحظات وينطلق ويعلن أيضا التواجد في هذه اللحظات من هجن الشحانية مع المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. ثالث المراكز انتقل مباشرة إلى شديد من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع رابع المراكز بارود من هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وخامس المراكز بليهان لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. إذن متابعينا الكرام هذه المراكز الخمس الأولى، وهناك أسماء لم يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة والعودة مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة. وتابع 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 في هذه اللحظات دباس غير في هذه اللحظات مع الكيلو و500 متر عن خط نهاية، عن خط الفوز والانتصار لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما ثاني مراكز مشرف من هجن الشحانية، وثالث مراكز في هذه اللحظات والتقدم من شديد شد الحيل يا شديد من هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما رابع المراكز أرى وأتابع في هذه اللحظات وتقدم المركز الرابع، أتابع في هذه اللحظات شعار هجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يطلق عنان بارود على مستوى المركز الرابع، غير في هذه اللحظات إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع لغير الكاسر، وصل الكاسر لهجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الخامس هملول يصل لأول ندى لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر عبيد بن حمد بن بريك بن الحمر المري، يتابع حملول على خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام نعود مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير عن خط النهاية، وهنا دباس على الصدارة، دباس ينطلق في هذا الشوط، دباس على الصدارة ينطلق في هذا التحدي وفي هذه الانطلاقة لهجنة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن شديد غير في هذه اللحظات، شديد انطلق مع المركز الأول مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن يا سلام هذا هو بارود غير الآن، وانتقل نقلة ممتازة إلى أول المراكز لهجنة الشحانية مع عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع الكوكب الثلاثية مع العملاق ومع أيضا الشبل ومع أيضا المشاغب على المراكز المتقدمة الثلاثة، ولكن بقيادة بارود مع عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن شديد في هذه اللحظات ينطلق مع المركز الثاني، ولكن بارود مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والنموس لهجنة الشحانية، والتهاني إلى المضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي من قدم بارود إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني. جاء شديد من هجن الشحانية، بينما المركز الثالث دباس من هجن الشحانية، بينما المركز
الرابع وصل فيه مشاهدين الكرام الكاسر من هجن الشحانية. المركز الخامس وصل فيه هملول لسمو الشيخ حمداء بن راشد بن سعيد المكتوم. إذا المتابعين الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى، تحديات سن الإجذاع في شوطنا العاشر، وكان مع بارود من انطلق إلى الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني إلى المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والتوقيت الزمني لحظات نتابع 9 دقائق 45 ثانية، 46 ثانية، 35 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني جاء فيه شديد من هجن الشحاني مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري. والتوقيت الزمني 9 دقائق 46 ثانية، 55 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث احتل مشاهدينا الكرام دباس من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. وتوقيت دباس محتل المركز الثالث 9 دقائق 51 ثانية بدون أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تستمر مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم منافسات هذا اليوم.